شروط التوبة: واحد، ندم. أسألك بالله، ندمان؟ ندمان على الليالي اللي ضاعت سهران على أفلام وأغاني وطرب وكليبات وغيرها، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك يوم من الأيام تعرفت على واحدة وكلمتها، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك نمت عن الصلوات، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك عققت والديك، ندمان ولا لا؟ إذا لم تكن ندمانا ما في توبة. أول شرط وأهم شرط الندم، والندم مو كلام، الندم بالقلب. اثنين، أنك تقلع، خلاص تطلع من المجلس، أول شيء الأرقام اللي عندي أمسحها، أرقام الناس الفاسدين سوي لها ديليت، امسح مسح واحد ورا الثاني. ونصيحة، إذا هم يذونك غير الخط، المكان اللي يدلني على المعصية ما أروح له. والفضائيات التعبانة اللي عندي في البيت أول ما أرجع، يا عيالي ترى خلاص في فضائيات راح نمسحها بدون ما أقول، تعرفونها، في فضائيات امسح، سو عليها تحكم، الغيها أحسن لك. هذا هو الإقلاع. ثالث، يعزم على ألا يرجع، خلاص يا رب من اليوم ورايح بس خلاص راح التزم بالصلوات، أقرأ القرآن، أحفظ، أقيم الليل. أربعة، أرجع المظالم إلى أهلها، لو كنت ماخذ من واحد شيء لازم أرجعه، يا رب أستغفركم ومرجع للناس حقوقهم، ما يصير. لا يا أخي الحبيب، حقوق الناس لازم ترجع وإلا لن يتوب الله عليك، لازم ترجع إلى الناس حقوقهم. بعد هذه الأربع تعمل الأعمال الصالحة وتستغفر وتتوب، لأنه إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أكثر من العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا.